بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز اوني الاودي هذا هو موديل او ال او 32 ام 07 ا 11 ك شغله. لا يشتغل. هذه الريموت لا يشتغل به شيء. على حسب ما حكى لي الزبون انه كان المشكل في هذا الزر، زر التشغيل، لكنه الان على حسب ما لا يظهر شيء. هو مربوط بالكهرباء لكنه لا يظهر شيء. كما ترون هنا بالداخل يوجد لمبة مشتغلة باللون الاخضر. الآن نفتح الجهاز ونكتشف ما بداخله. هو الجهاز زال فيه الجارونتي، لم يفتح من قبل. هذا هو الجهاز من الداخل. انظروا هذه المينبورد، فهي كبيرة الحجم. هذا هو الرقم. وهذه باور سبلاي، هذا هو رقمها. وهذه مسطرة التيكون. ويسمع صوت طقطقة. تلاحظون الضوء هنا مشتغل لكنه يسمع صوت طقطقة. يظهر شيء في الشاشة. لم ألاحظ زر التشغيل، هو موجود هنا. هذا هو زر التشغيل. نطفئ الليد لما يشغله. اسمع الصوت هنا، اشتغل الليد الأخضر ولا يظهر شيء.
ستاند باي لا تشتغل، هذه هي لمبة ستاند باي. انظروا ماذا وجدت بعد رفع هذه القطعة التي كانت تغطي زر التشغيل. ها هو زر التشغيل. انظروا ماذا وجدت، وجدت ان البلغي، انظروا ماذا حصل، انظروا الاسلاك كيف هي متقطعة في مكان هذا البرغي. ولا أدري هل هذا لأن الجهاز كان شغال، لا أدري هذا المشكل هل كان عطب من المصنع أم ممكن أن هذه القطعة كانت تسخن وبالتالي هذا الشريط يعني بفعل الحرارة التحم هنا، لكن لا أدري كيف حدث هذا. المهم أظن أن المشكل من هذا سوف نعمل له تلحيم ونرى النتيجة إن شاء الله. بعد جمع الأسلاك التي كانت متقطعة نجرب كما تلاحظون الأحمر اشتغل، لكن التلفاز لا يستجيب. سأقيس بعض الفولتيات هنا. بعد القياس وجدت 5 فولت خارجة من الباور سبلاي. البي اس اون موجودة، بي اس اون موجودة، 5 فولت موجودة، لكن 12 فولت غير موجودة. نتتبع ما صار. 12 فولت ونرى سوف نلحم هذه القطعة ونتتبع مسار 12 فولت. وبعد التحقيق في هذا سبب هذا المشكل الذي كان متقطع هنا، كان سببه هو قاعدة التلفاز، قاعدة التلفاز. عندما نركب هذه القطعة، هذا هو البرغي الذي سبب المشكل، ونركب قاعدة التلفاز هكذا، يعني هذا البرغي هو الذي سبب المشكل. والآن مررتهم من أسفل، هذا عامل لهم شريط. تلاحظون الليد اشتغل، لكن بتجريب الريموت لا يستجيب، لا يستجيب. والآن بعد تركيب الباور سبلاي حيطكم علما أنني وجدت بعض اللحامات هنا في هذه الأماكن، أعدت لحامها في هذا الترانسفورمر، وكذلك بعض اللحامات هنا. مهم أعدت تلحيم بعض النقاط في هذه البوردة، كامل البوردة. والآن نرى النتيجة.
واشتغل. هنا بعد الضغط على الريموت طفأ ستاند باي. ها هو اشتغل التلفاز. سوف نجمع التلفاز ان شاء الله ونرى النتيجة. الان نجرب التلفاز. التلفاز اشتغل. المشكل كان من زر ستاند باي تلحيم الأسلاك وكذلك من باور سبلاي تلحيم بعض النقاط التي كانت بها لحام جاف. السلام عليكم. للمعلومة بعد الدخول لسيرفيس مود، سيرفيس مود لجهاز اني وهو نضغط على موني 02 او نضغط على موني 20 08. او سيرفيس هنا بعد تغيير الشعار كان اوف رجعته اون وبعد اطفاء الجهاز واعادة تشغيله يظهر شعار كما تلاحظون كونكا وهو الأصلي للجهاز. أما لامارك أوني فهي لامارك جزائرية لكن أصل الجهاز وهو كونكا. السلام عليكم.